اليوم باش تحضروا على بروفا مع جروب، جروب نهار الخميس اليوم، يعني عندنا كل جروب عنده الوقت نتاعو. نصوركم باش تستمتعوا باش تشيخوا حتى في الاوف في الكواليس باش تبداو تشطحوا، انا متاكده حبيبيكم. بن عفينة فونداتريس كلوب دو شان إل بور فام، متحصل على الأستاذية في الإعلامية المطابقة في التصرف من ليجي، ومتحصل على الماجستير في تكنولوجيا الاتصال من ياشوسي، ومن مديرة مؤسسة خاصة لأكثر من 12 سنة تحولت إلى فنانة محترفة، وأسست كلوب إل بور فام، الكلوب هذا اللي بدل حياة برشا نساء، اللي فرهد برشا نساء بما فيهم أنا. يعني بديت بروحي وشاركت معايا نساء المغرومين بالموسيقى، نساء اللي تحب عندها طاقات، عندها فما اللي عندهم صوت مزيان، فما اللي يحبوا ينحيوا ستريس، فما اللي يحبوا يتعرفوا على ناس اخرين، فما اللي يحبوا يملاوا حياتهم كيما لي روتريتي. يعني ضميت الكلوب ال توا اكثر من 250 عضوه من مختلف الاعمار حتى ل 80 سنه، الشرائح الكل موجوده معانا. يعني هو مثال للمراه التونسيه، من التلميذة للأستاذة لربة البيت، المحامية، الطبيبة، السياسية، يعني فما الشرائح الكل متاع النساء في كلوب إيل. وكما قلت لك يعني حياتهم تبدلت بالانضمام لكلوب إيل اللي هو خليهم يملي وقتهم، يخرجوا مواهبهم، برشا طاقة إيجابية قاعدة ما بيناتنا. يعني أنا نعطيهم طاقة وهما قاعدين زيدة، يعني ما فماش أحلى من هك. العضويات متاع كلوب إيل يعني يجيوا طيلة الأسبوع، متقسمين على العديد من المجموعات، وكل واحدة يعني حسب الوقت متاعها، فما اللي تخدم يعني يجي بعد الخدمة، فما اللي الأستاذة اللي تقري نص نهار، وإلا المتقاعدة، وإلا ربة البيت يعني يجي بكري، فما معناها برشا أوقات يجيوا يعملوا البروفيت متاعهم، يتمرنوا يمرنوا صوتهم، يتفرهدوا برشا زيدا، نقول بديما يتفرهدوا، يقربوا الحفلات والتظاهرات يعني والمهرجانات، دونك تولي البروفيت تاخذ صبغه يعني بلو سيريوز نقولوا، احنا ما عادش برشا تفادليك، يولي بلوتو خدمه اكثر. كما لاحظتوا احنا قمنا بإحياء تراث الاغاني التونسيه خاصه، والعربيه، الخليجيه، المغاربيه، دونك هذيك الكل يلزموا تحذيرات، على خاطر من العام الاولاني احنا الحمد لله يعني عندنا جمهور، ولينا نقدموا العروض في المهرجانات الصيفية، في المسارح، في تونس الكل يعني بدون استثناء، درنا تونس الكل. حبيتك طفلة وكبير.
هو ديما انا بالنسبه لي اهم عرض هو العروض نتاع المسرح البلدي اللي يضم اكثر من 140 امراه شخصين، يعني عرض ضخم هذاك بالحق من احسن العروض، واللي كل عام احنا ان شاء الله نكونوا متواجدين في رمضان بالمالوف بالاغاني التونسيه بالحضره التونسيه. وزدنا موعد اخر لجمهورنا بعد رمضان، زاد ولينا نعملوا عروض ترابيه شرقيه، مشينا برشا ولايات ننسى، راني بنحبش ننسى، يعني بنزرت راس الجبل، الكيف، جربه قريب، جرجيس، قفصه، قابس، صفاقس، سوسه، مستير، برشا برشا بنحب ننسى حتى ولي، والكل فرحوا بينا، يعني حتى في الزهره، في سليمان، في بني خلاد، بارتو. فما في تونس عملنا مسرح الاوبرا في مدينه الثقافه اللي هو مسرح كبير برشا في اطار مهرجان المدينه، فوالا. دونك في قدمنا عرض كبير زاد في قاعه الاوبرا بمدينه الثقافه في اطار مهرجان المدينه، كان عرض ناجح برشا زاد من اروع العروض اللي قدمناها. وخارج تونس ما شاء الله عملنا دي تورني كبار، فرنسا مشينا لكان، مارسي، باريس برشا مرات، ليون، مشينا لامستردام، بلجيكيا، ألمانيا برشا مرات، مشينا لبرشا ولايات في ألمانيا، ميلانو، ستوكهولم، مشينا للسويد زيدا، مشينا لكندا، الكيبيك، مشينا للجزائر، والقائمة تطول. هو الحاجة البي اللي فما برشا فنانين توينسا قاعدين يتابعوا فينا، وحتى مش توينسا يعني فنانين عرب قاعدين يتابعوا فينا. قمنا باستضافة بعض الفنانين كما الفنان نور شيبة، كما الفنان عبد الوهاب الحناشي، كما الفنان رشدي علوين، يعني استضفنا بالعديد من الفنانين وهما بيدهم يعني يتابعوا فينا ومغرومين بينا يعني فان. فما من لبنان الفنان رغب عليه ما اتصل بينا قديش من مرة وفرحان احنا نغنيو له في غنيات ويشجع فينا. فلا فما مهرجانات تهز هي التليفون وتتصل وتقول نحب العرض هذا متاع نوبة ايل متاع فرقة ايل يكون موجود، خاصة فما في عيد المرأة نكونوا ديما متواجدين، وفما شكون يحب معناها البروغراماسيون اللي احنا عاملينها ويسمع في تفاعل الجماهير مع فرقة ايل، دونك يستدعانا يعني بالتليفون يكلمونا وننظموا معاهم العروض. هو الحاجة الباهية اللي يجي لهنا يحصل، يعني اللي يجي يجرب مرة يلقى روحه يستنى وقتاش يرجع مرة أخرى. خاطر كيما قلت لك معناها فما برشا تفرهيد، فما يعني فما طاقة سلبية تتنحى، يعني كنا نعيشوا في ضغوطات معناها. هذاك الأفونتاج نتاع الكلوب الأولاني، والأفونتاج الثاني أنه الكل حافظين الاغاني التونسيه القديمه، لكن هنايا معناها نزيدوا نركزوا على كلكو ديتاي اللي ممكن واحد كيغني وحده ما يفيقش بهم، بخلاف انه ولينا نقدموا عروض يعني. دونك اللي يحب يلتحق بينا فما صفحه نتاعنا فيسبوك اللي هي خلطت اكثر من 700 الف متابع، كلوب دو شان ايل، عندنا فيديوهاتنا على اليوتيوب، بيانتو نعملوا 100,000 ابوني على اليوتيوب كلوب ايل رحمه بن عفانة، عندنا الانستغرام كلوب ايل بوان رحمه، وعندنا ارقام الهاتف الموجوده على لي باج نتاعنا، يلتحقوا بينا واللي باش يجي اكيد باش يعاود يرجع. Yeah.
سامحتك 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 سامح